السلام عليكم ورحمه الله ماذا يحدث اذا قرات اخر ايتين من سوره البقره كل ليله هناك حديث لطيف احببت ان اتعرف معكم عليه اليوم وان اتامل معانيه العظيمه يؤكد ان الله يكفيك كل انواع الشرور وكل انواع الوساوس وكل انواع الهموم إذا قرأت هاتين الآيتين وذلك كل ليلة انظر أخي الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا فيه خير إلا وأخبرنا عنه لم يترك أمرا فيه خير إلا أمرنا به هذا هذا الحديث هو كنز نبوي عظيم سنتأمل اليوم آخر آيتين ونكتشف السر الذي فيهما فيهما الخير والبركه، فيهما العطاء، فيهما الوقايه من الشر، لذلك النبي عليه الصلاه والسلام هنا استخدم كلمه واحده قال: كفتاه. نقطه يعني من قرا بالايتين من اخر سوره البقره البقره في ليله كل ليله كفتاه، لم يقل لنا ماذا كفتاه، ليبقى المجال مفتوحا كل ما تفكر به من هموم من مشاكل من امراض من ابتلاءات الله يكفيك شر كل هذه الاشياء ببركه هاتين الايتين. الايه الاولى اخي الحبيب تبدا بالايمان امن الرسول بما انزل اليه فاذا ايها المؤمن جدد ايمانك كل ليله. عندما نسمع قول الحق تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه هذه رسالة لنا لنجدد إيماننا وثقتنا بالله عز وجل ونسلم أمرنا لله كل ليلة وهذه فائدة عظيمة بالنسبة للإنسان أن يشعر أن إيمانه يتجدد باستمرار ليشعر بالقرب من الله عز وجل فيكفيه الله ببركه هذا الايمان كل هذه الهموم والمشاكل امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله طيب لماذا هنا يعدد لنا اركان الايمان ليقول ليذكرك إذا كنت غافلا عن شيء من هذه الأشياء يذكرك به لتتفكر فيه وتنسى همومك لأن الإنسان أخي الحبيب طالما يقرأ القرآن ويعيش في جو الآخرة تجد أنه يعني يصل لمرحلة من سمو الروح من الصفاء الذهني لأن الدنيا مليئة بالهموم مجرد أن بدأت تفكر في المشاكل من حولك دماغك يتوقف تتكالب عليك الهموم عندما تعزل دماغك عن البيئة التي تعيش بها فيها وتحلق في آفاق الآخرة تشعر براحة نفسية عميقة جدا لا يشعر بها إلا من جرب هذه الطريقة لذلك أنا سأحاول معك اليوم أن ندرب أنفسنا على أن ننعزل عن هذه البيئة قليلاً. وهذه قاعدة في علم النفس على فكرة يستخدمها رجال الأعمال والناجحون وتستخدم في علاج الاكتئاب، في علاج القلق. أن تعزل دماغك وتفكيرك عن المشاكل وتبدأ بالتفكير بشيء إيجابي، شيء جميل، شيء تحبه، هذه قاعدة مهمة في العلاج النفسي لعلاج القلق. واليوم كلنا بحاجة لهذه القاعدة. كل آمن بمن؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله، أربع أشياء لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا هذه الآية تذكرني بقصة سيدنا زنون كان في ظلمات المحيط وفي ظلمات بطن الحوت إذ نادى إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا النبي الصابر أنا آمنت به وآمنت برسالته وآمنت بصبره واعترافه انه ظلم نفسه وامنت بدعائه الذي دعا به فنجاه الله من الغم. امنت بعيسى عليه السلام عندما صبر كثيرا على اذى قومه. امنت بسيدنا موسى عليه السلام عندما صبر كثيرا على اذى قومه ايضا وصبر على الدعوه الى الله وصبر على فرعون. عبد العجل وقالوا اذهب انت وربك فقاتلا تخلوا عنه على الرغم من ذلك هذا النبي الكريم صبر كثيرا فانا اقتدي به عندما اقول كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله استحضر هؤلاء الرسل الكرام الذين يجب ان اقتدي بهم واصبر كما صبروا واتفكر بقصصهم وكيف عانوا كثيرا لايصال كلمه الخير للناس وسيدهم النبي الخاتم عليه الصلاه والسلام كم صبر على الاذى وكم تحمل وكم احب الخير لقومه مع العلم انهم ارادوا له الشر ولكن حتى اللحظه الاخيره كان يتمنى لهم الخير وهذا هو حال المؤمن عندما اتذكر قصص الانبياء ينزع من قلبي ما يسمى بالانتقام والحقد والغضب والغيظ وكذا اجد قلبي اصبح نقيا فيكفيني الله شر الغضب وشر الحقد الذي يعاني منه كثير من الناس اليوم للاسف يكفيني الله شر الحسد وشر حاجه الناس وبالتالي هذه الايات عندما انظر لها بهذه الطريقه فعلا تكفيني الهموم تعينني على الصبر من انا امام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام الذي صبر وهاجر ودعا الناس الى الخير وانفق وقته كله في الدعوه الى الله ماذا قدمت انا او انت؟ ماذا قدمنا؟ لذلك هنا ايها الاحبه الانبياء قدوه لنا وسيرتهم يعني تثلج الصدر. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون. كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير كما ان هؤلاء الكرام امنوا وامنوا بكل الكتب السماويه لانها كلها منزله من عند الله سبحان الله تجد اصحاب ديانه معينه يؤمنون فقط بديانتهم وينكرون بقيه الديانات وهذا ينطبق على معظم الديانات الا الاسلام انت من أركان الإيمان يعني لا يتم الإيمان لا يكتمل إيمانك إلا بهذا الركن من أركان الإيمان الإيمان بالكتب السماوية، أن نؤمن بكل الكتب ونؤمن بكل الرسالات، رسالات الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه القضية مريحة جدا، لذلك هنا الآية ختمت غفرانك ربنا وإليك المصير، فعندما تشعر أن الله غفر لك لأن يعني الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فينبغي وأنت تقول غفرانك ربنا أن تعتقد أن المغفرة تمت بمجرد أن تنطق هذه الكلمة وهذا من, 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 من باب الثقة الكبيرة بالله عز وجل وأنا كمؤمن يجب أن أثق بالله أثق بكلام الله لأنه هو الذي قال لي ادعوني أستجب لكم وأنا الآن أدعو وأقول يا رب غفرانك غفرانك ربنا يجب ان اعتقد ان المغفره تمت باذن الله واليك المصير اعتقد ان مصيري الى الله مجرد ان اعتقدت انك ستعود الى الله اخي الحبيب والله ستنسى هموم الدنيا سيكفيك الله كل ما تفكر به من هموم ونحن بحاجه بحاجه قبل النوم ان ننسى الهموم لان الهموم هذه تربك عمل الدماغ حتى وانت نائم تسبب احلام مزعجه أه تجعلك قلقا لا تستطيع النوم فعندما تقرا هذه الايه الايه 285 التي قراتها الان من سوره البقره ثم تتبعها بالايه الثانيه وتفكر بالمعاني العميقه التي فيها تنسى هذه الهموم وتشعر انك اصبحت بين يدي الله سبحانه وتعالى اصبحت قريبا من الله وفي اي لحظه يمكن ان ينتهي اجلك وتعود الى الله عز وجل والى الله المصير. غفرانك ربنا واليك المصير. الان لكي يخفف الله عنا قال في الايه 286 اخر ايه من سوره البقره لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فإذا كان هناك أمور لا تستطيع أن تفعلها الله لا يكلفك ما لا تطيق فتصلي قدر استطاعتك تتق الله فاتقوا الله ما استطعتم تعبد الله قدر الاستطاعة تدعو إلى الله قدر ما تستطيع وهكذا فهذه الآية تخفيف أحمال عنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لذلك يجب أن تعتقد أن هذا الإله كريم ورحيم ويجب أن تعتقد أنك من من المتقين يجب أن تعتقد أنك ذاهب لتكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، لتكون مع أنبياء الله جميعا في الجنة إن شاء الله. يجب أن تعتقد أنك يوما ما سترى هؤلاء الرسل الكرام الذين آمنت بهم ولم ترهم. وثوابك اعظم ممن امن وراى لان الذي راى المعجزه وراى النبي وخاطبه وسمع منه له درجه ايمان ولكن من لم ير النبي ولم يسمع ولم ير المعجزات الماديه امامه وبخاصه اننا في عصر كله يدعوك للهو والعبث والانغماس بالدنيا في مثل هذا العصر أخي الحبيب أنت لك أجر خمسين من الصحابة إذا اتقيت الله ودعوت الله بصدق وآمنت بالله وطبقت تعاليم الإسلام كما أمرك الله بها قدر ما تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إذا هنا لا يوجد استثناءات لا يوجد واسطات لا يوجد فلان غني وفلان لديه مال او لديه كذا لا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فكل ذنب تكسبه هو عليك تحاسب عنه وكل امر خير تفعله هو لك يسجل في صحيفتك تجده يوم لقاء الله سبحانه وتعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت هنا يأتي هذا الدعاء الرائع ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يجب أن تقرأ هذه الآية بتلهف أخي الحبيب كثير من الناس أنا أراهم يقرأ مثل الببغاء قراءة المهم أن ينجز يعني لا لا أريدك أن تهدأ أن تفكر أن تتوجه إلى الله ان تعتقد ان الله موجود معك الان يسمعك وينظر اليك والله سميع بصير وهو رحيم بك ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا يعني يا رب لا, ت... لا... لا تحملني شده أو هما أو ضيقا أو كربا <applause> كما حملته على الذين من قبلنا لماذا؟ لأنني إنسان ضعيف فأنت هنا تلجأ إلى, إلى الملك الرحيم عز وجل وتشكو ضعفك وقلة حيلتك له عز وجل وهذا الإله العظيم سيرحمك لأنه ينظر إليك الآن ويراك ويسمعك قال سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى فأنت تدعو إلها سميعا بصيرا عزيزا حكيما قويا رحيما رزاقا غفارا سبحانه وتعالى تسعة وتسعين اسم لله عز وجل يجب أن تستحضر كل هذه الصفات وأنت تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هذه الآية تغفر ذنوبك كاملة ما انت تسال الله كل النهار وانت تذنب نظر العين احيانا فيه ذنب، اللسان يذنب اليد تذنب الافكار تذنب تحسد انسان احيانا تظن بانسان سوءا وهكذا فكل هذه الذنوب انت الان اخر الليل قبل النوم يجب ان تفرغ هذه الاحمال، يجب ان تفرغ هذه الشحنات السلبيه من دماغك هذه الذنوب تفرغها ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به يعني يا رب ارجوك واسالك لا تحملني ما لا استطيع ان اطيقه يعني لا تختبرني اختبارا افشل به لا تبتليني ابتلاء يكون سببا في البعد عنك. يعني اذا مرضت اعني على الصبر، اذا ظلمت اعني على ان اصبر، اذا ضاق بي العيش اعني ان اصبر ايضا وابقى متمسكا بك. هذا هو لسان حال المؤمن اخي الحبيب. اذا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ما الفرق أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب انصرني على الشيطان هذا كافر انصرني على أي إنسان يريد بي الشر انصرني على إنسان ظالم يترصد بي إنسان يحسدني انصرني عليه فالقضية هنا ليست متعلقة بالمعارك يعني والقتال وكذا لا انصرنا بمعنى أن ينصرك الله على كل من يمكر بك ويريد بك شرا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. العفو ان يتجاوز الله عن سيئاتك. ولكن العفو قد قد لا يكفي. انت بحاجه للمغفره. سنعيد الايه الاخيره. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. العفو والمغفره يعني العفو صفح عنك الله ولكن المغفره محا الذنوب محاها. الرحمه هنا أن يكرمك الله على الرغم من أنك أذنبت يعطيك حسنات. <applause> كما قال تعالى في أواخر سورة الفرقان عن إنسان زنى وقتل وارتكب الفواحش وشرب الخمر وألحد، تصور كل هذه فعلها ثم تاب إلى الله قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فهذا الاله العظيم الغفور الرحيم انا اريد يا رب أو, او ارجو ان تعفو عني تتجاوز وتغفر لي تمحو السيئات تماما وترحمني ان تكرمني بالجنه تعطيني حسنات فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات هذا منتهى الكرم الالهي لذلك انت في الدنيا اقصى شيء تتامله من انسان اسات له ان يعفو عنك. اما ان يكرمك وهذا الامر نادر في عالم البشر ولكنه حق في ذات الله سبحانه وتعالى ان يكرم عباده وان يبدلك بدلا من هذه السيئات يبدلك بدلا منها حسنات. فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اذا انت مولانا، هنا انا اريدك ان تشعر بهذه الكلمه. انت مولانا يعني ما هو ما هو المولى؟ هو القدوه، هو القائد، هو الذي يعطيك التعليمات، هو الذي تتمسك به، هو الذي تضع همومك بين يديه، انت مولانا. فانصرنا على القوم الكافرين، انظر اخي الحبيب يعني كلمات هاتين الايتين فيهما يعني معاني غزيره جدا تكفيانك الكافرين بكل انواعهم من اراد ان يظلمك الله يكفيك اياه من مكر بك سحر او حسد او يكفيك اياه من اراد بك شرا الله يكفيك يكفيك شر الذنوب يكفيك شر الشيطان يكفيك الابتلاءات العظيمه التي لا تتحملها يكفيك شر الضغوط النفسيه التي قد ينهار الانسان اذا زادت عليه هناك من يلحد والعياذ بالله لا يتحمل هذه الضغوط وبالتالي هاتان الايتان فعلا فعلا اذا تعمقت فيهما وفكرت بكل كلمه وعشت هذه الكلمه وانا انصحك ان تستنبط معاني جديده تشعر بها في قلبك بمجرد ان تستشعر وجود الله بقربك ستكتشف هذه المعاني الجديده نسال الله عز وجل ان يكفينا شر الهموم وشر الحسد وشر كل الشرور جميعا ان شاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم انه الحق